نرحب بضيوفنا في هذه الفقره. معانا الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشيوخ. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. معانا الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا بحضرتك. والكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره اليوم السابع. اهلا بحضرتك. النهارده كان في طبعا مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء في اول يوم عمل للحكومه الجديده. خليني بس كده اعرف من حضراتكم سريعا ازاي شفتوا هذه التصريحات، وخاصه انه تحدث فيها عن بعض القضايا اللي ليها اولويه للمواطن المصري ووضع كمان خريطه لحل هذه القضايا. اتفضل. يعني خلينا نقول انه هذا الاجتماع ياتي متزامن مع السياق العام لفكرة التشكيل والتغيير الحكومي الواسع اللي أنا شايفه هو الأكبر في تاريخ التعديلات الحكومية بشكل عام في مصر. وبالتالي هنا البطل الحقيقي هو المواطن، التفكير فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تواجه المواطن بشكل مباشر. وإنه يعني لو نظرنا إلى هذا المؤتمر وإذ ما وضعناه بجانب فلسفة التغيير نفسها والاختيار القائم على البحث عن الخبراء والمتخصصين والمهنية بشكل رئيسي، نجد أنفسنا أمام اختيار واضح ومسار واضح من رأس الدولة المصرية. كان واضح في التكليف عندما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، ووضع يعني تصور وخطوط عريضة تتعلق بتقديم كافة الخدمات للمواطن، الحفاظ على الأمن القومي، بناء الإنسان، التكنولوجيا والتطوير وإلى آخره. نفس القياس عندما تحدث الرئيس وأكد على في كلماته في 30/6 وأكد على أنه قريب من المواطن وأنه يعني يشعر بما يمر به المواطن ويبذل كافة الجهود لتذليل العقبات، ده انعكس أيضا في التغيير. كل هذا له صداه في 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 تشكيل الحكومة وفي كلمة رئيس الوزراء، لأنه هنا تم البناء على 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 مرحلة خلال 10 سنوات شهدت أكثر من تعديل وزاري، لكن في النهاية أنت أمام على بعد أمتار من جني الثمار الحقيقية لكل المجهود، لأنه مصر كدولة تاريخيا تبنى إيه؟ تبنى بالنقاط، بالتراكم، وليس يعني مرة واحدة. يعني مصر خلينا نقول بثقلها وعظمتها، مصر اللي قدرت تطوع الصحراء وتروض النيل على مر التاريخ، أنا في تصوري أنه قادرة على أنها يعني تزداد قوة، تصعد بشكل واضح. ما أود التأكيد عليه أنه يعني ما صرح به رئيس الوزراء النهاردة وما قرأناه من تفاصيل وما بين سطور الشخصيات داخل الحكومة تؤكد جدية الدولة المصرية في الانحياز الكامل والدعم الكامل للمواطن المصري. دكتور عصام، خلينا نشوف ايه المشهد الجديد في الوزارة الجديدة، وده اترجم النهاردة في المؤتمر الصحفي، وده عشان يبقى فيه تفاؤل. يعني انا متفائل جدا، انا كنت مع حضرتك تقريبا من اسبوعين وكنا بنتكلم في ملامح التشكيل المنتظم. خلينا اقول لو هناخد كده، يعني احنا بنشرك السادة المشاهدين معانا في ايه الجديد. الجديد ان احنا شايفين المرة دي، خلينا نقول المؤتمر الصحفي ده نتيجة، الجديد المرة دي ان احنا شايفين فيه تغيير في سياسات الحكومة، بدليل في دمج زي ما كنت قلت لحضرتك قبل كده. يعني احنا كنا في اللقاء الاخير بنقول احنا عايزين تدمج وزارة الهجرة مع وزارة الداخل مع وزارة الخارجية عشان التعارف، ده تم حدوثه في دمج بين وزارة النقل والمواصلات. وهنا انا عشان دي عليها شويه كلام من الناس، فانا عايز اقول حاجه. قصدك النقل والصناعه؟ سوري، النقل هو مش دمج، هو النقل والصناعه، وزير واحد وزير واحد الاثنين. يعني ده اللي فيه يعني اللي انا شايف ان بعض الناس بتتساءل فيه. خليني اقول لك، انا شرفت جدا في احد جلسات مجلس الشيوخ، كان حاضر جه حضر معالي الوزير الفريق كامل الوزير، وشرح ايه التطور اللي حدث في النقل. فكان من ضمن المنظومه اللي لفتت نظري هو التطور اللي كان بيعمله في موضوع المواني وفكره الاستثماري في موضوع المواني، وزانه لما بيحتاج لحاجه هو بيقوم بالتشجيع على تصنيعها من الاستثمار المحلي. يعني قضبان بيشجع المصانع القطاع الخاص انه تعمل قضبان. ومن ضمن الحاجات، عشان انا عارف الوقت بس هقول، هو عايز يزود كان النقاش ليه احنا في النقل البحري مش اقوياء وما عندناش عدد كتير من السفن للنقل. فقال انا محتاج، انا كل الصناعات اللي عندي صناعه الصلب الالواح هتكفي فقط لتقريبا اعمل السفن حموله 70 طن. انا عايز اطلع للحمولات الكبيره، طبعا انا عندي سفني هتديني مرونه اكتر في التجاره البحريه وده مصدر دخل لمصر. فابتدى يشجع القطاع الخاص انه يعمل له الصلب
المسطح، الالواح المناسبه لهذا. فهو كان فكره دايما هو التطوير في الصناعه ايضا. فعايز اقول انه ان انا بمشي فعال اتنين، دي ظاهره طيبه جدا. بالاضافه انه انا لفت نظري كمان حديث الوزراء اللي بعد حرف اليمين، من ضمن الحاجات اللي قالها معالي الفريق كامل الوزير انه في النقل قالت له المذيعه، قالت له انت ازاي هتشرف على الاثنين؟ قالها انا فخامه الرئيس سمح له بثلاث نواب في وزاره النقل، وقال انا عملت جيل يستطيع ان هو يدير هذا. اذا انا عندي نهج جديد في ان انا في دمج، في تغيير، في سياسات. والنهارده بقى لو جيت لحضرتك عشان الوقت، النهارده دوله رئيس الوزراء قال ان هعمل خمس مجموعات وزاريه، هو التنسيق. وده اللي احنا كنا بنقوله في الفتره اللي فاتت، انه غياب التنسيق بيعمل كثيرا من التعطيل في المسار النمو الاقتصادي. ده كان مهم جدا لينا، ده نوع من التفاؤل. بدايه الحوار انه ابتدى بحوار مع الصحافه، يعني حوار مع المواطنين، وده هيدينا رؤيه جميله جدا في المتابعه. بمناسبه حديث حضرتك على المهندس الفريق كامل الوزير، يمكن النهارده كان اول ايام عمل في الحكومه الجديده، وعقد المهندس الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزير النقل والصناعه لقاء موسع مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعه لوزاره الصناعه لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وقال أنه هيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية اللي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة بترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات مع التركيز على جودة المنتج يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية. ومن ضمن حديث وزير الصناعة أنه هيتم التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة. إيه رأيك يا أستاذ أكرم؟ يعني أنا بشوف أنه يعني إذا احنا نتكلم على الحكومة ومؤتمر التواصل، أنا بشوف أنه أهم نقطة طبعا بالتأكيد الوزراء الجدد هيحتاج وقت في حدود شهر على ما يضع خطته ويشوف الإدارات المختلفة. بشوف في التغيير ده فكرة وكلاء النواب الوزراء ونواب المحافظين، في جيل جديد بيتوجد في الإدارة، دي نقطة مهمة. على ما الوزراء يضعوا تفاصيل خططهم في جزء عاجل الأسواق وكده، لكن بتصور إنه التواصل، فكرة المؤتمر ده وإنه التواصل مع المواطنين سواء مباشرة عن طريق الإعلام أو عن طريق مواقع التواصل أو التلقي، يعني دايما بنقول انه يبقى المواطن مطالبه موجوده في مثلا منظومه الشكاوى الموحده، بيرد عليه بيبعت، ده كان موجود في البدايه، ممكن يتنشط باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل والاتصالات. والحقيقه انه العمل الجماعي هو اللي يبني ده. فكره انه يمكن المهندس كامل الوزير وزير النقل يمكن مع الصناعة الدمج ده مهم في حاجة، إن هو استفاد وهو في وزارة النقل بأنه يصنع منتجات القطارات، عربات القطارات، سماف زي ما دكتور عصام بيقول، القطارات والعربات وغيره، تصنيع محلي. دي نقطة مهمة جدا لأن توطين الصناعات دي مليارات كتيرة جدا. وكمان الحقيقة المهم فيما يتعلق بالتواصل هو امتى يتقال الكلام ويتقال ازاي، يعني المكان والزمان مهم قوي في فكره الخطاب ومهم قوي. يمكن رئيس الوزراء كان بيتكلم النهارده على في مشروعات في العالمين الجديده، في العاصمه الاداريه، في تسويق، في غيره. مهم برضو انه الحكومه او المواطن يبقى عارف انه الرئيس ليه توجيهات مهمه قوي في الاسكان الاجتماعي، وفي انه كل من يطلب شقه يحصل عليها سواء بالتمويل المباشر او بمبادرات مختلفه. ده جزء مهم قوي لانه يبقى فيه الطبقه الوسطى كمان ليها مطالب وليها تفاصيل مهمه، وده جزء من التواصل. لانه في ملفات زي ما قلنا عاجله، وفي ملفات ممكن تاخد وقتها بس هتبقى ضروريه قوي، زي التعليم وزي الصحه، تامين الصحه الشامل، رفع كفاءه المستشفيات، في تشريع اتعمل اللي هو بتاع المستشفيات والقطاع الخاص ده، وده عمل يعني محتاج حوار مجتمعي لاقناعه انه تامين الصحه الشامل ده هيفتح الباب لعلاج كل المواطنين حتى غير القطاعين، هيتم سداد الاشتراكات بتاعته. دي كلها نقاط مهمه، واعتقد انه
الحوار المجتمعي والحوار العام، وإن الحكومة تبقى مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الأمر، وتعمل بتناغم وتعمل بروح الفريق والتنسيق، يعني فكرة المجموعات دي وفكرة إنه يبقى التنسيق، لأنه الاستثمار مثلا الصناعة مرتبطة بالاستثمار، الزراعة التموين مرتبط بالزراعة وبالإنتاج وبالتجارة الخارجية والتجارة الداخلية، ففكرة التناغم دي يبقى في مخططات للاستثمار في المحافظات، احنا شفنا في الصعيد في مصانع موبايلات وغيره، كل دي نقاط اعتقد ان هي هتبقى مهمه جدا لو وضعت في الاعتبار، واظن انه في مرحله جديده وفي تحفز كبير لدى الحكومه انها تعمل، وفي انتظار او رهان كبير لدى المواطنين انه يبقى فيه نتائج عاجله ونتائج متوسطه وبعيده. هستاذنكم هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل بعد الفاصل. يمكن من الانتقادات اللي كانت بتواجه الحكومة السابقة فكرة صعوبة التواصل، يعني في بعض الأخبار اللي كانت بتخرج ما بقاش عارفين ده صح ولا غلط، طب حقيقة الخبر ده إيه، طب هو التفاصيل الخاصة بده إيه، التواصل مع الحكومة كان في صعوبة شديدة جدا، عشان كده بنلاقي انتشار كبير لعدد من الشائعات أو أخبار ما بقاش عارفين أصلا هي شائعة ولا مش شائعة. تعتقد انه هذه الحكومه وخاصه ان ده كان في توجيهات مباشره ليها من سياده الرئيس، وكمان ده اكد عليه رئيس الوزراء النهارده فكره الاجتماع الاسبوعي اللي هيحصل مع رؤساء التحرير او الصحفيين او المثقفين الاعلاميين، تفتكر هتتحل هذه المشكله ولا لا؟ خلينا اقول لحضرتك انه لازم يبقى فيه ناظم، نقطه نظام تنسيقيه ما بين الحكومه كلها، لانه يعني النهاردة الإعلام عشان نبقى يعني واضحين في الزخم الإعلامي اللي بتعيشه مصر والمنطقة والعالم كله بشكل عام، ووسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أنك تسيب نفسك ليه أو تسلم نفسك ليه، لازم نقطة نظام للحكومة بحيث أنه أنا يبقى في طرف آخر، الشراكة بيني وبين المواطن، ودي مش صعبة، ده أمر سهل جدا، سواء بمؤتمر أو ببيان أو بصفحات أو أو الوزراء نفسهم يتكلموا، إحنا تابعنا السيد الرئيس في 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 إحدى المؤتمرات وفي افتتاح مشروعات في توشكا تحديدا، وكان بطالب الوزراء إنهم يتكلموا ويخرجوا ويتكلموا، وبقى في تواصل بينهم وبين المواطنين والناس، ليه؟ لأن ده أمر مهم جدا، لو أنا أشركت المواطن معايا هو بحطه أول بأول على الأوضاع الحقيقية، وأنت كده كده ما عندكش حاجة تخبيها، أنت بتشتغل على الترابيزة، فكل شيء مكشوف، لما المواطن يبقى مشارك وأنت بتقول له والله معلوماتنا 1 2 3 4، لما تقول له الكهرباء بتتقطع عشان 1 2 3 4 وخلال 15 يوم أو 20 يوم المحلات بتقفل وهتتفتح تاني بعد كذا وترجع للنظام أو مش هترجع، أو تعمل يعني إيه جلسات مجتمعية، واخد بال حضرتك، وعندك الحوار الوطني ممكن تسند له كل هذه القضايا، وده بالفعل بيحصل، لأنه كمان في قضايا يعني من 26 ابريل 2022 عشرات المئات من القضايا المجتمعيه اللي ناقشها الحوار الوطني، والحوار هنا بقى ايه؟ بيرفع عنك عناء انك تجيب جلسات خاصه، لا ما هو في ناس من الاقاليم ومن كل محافظات مصر ومن كل الطبقات ومن كل ومواطنين وخبراء ومتخصصين وغير ذلك، وبالتالي هنا نقطه الشراكه، شراكه الحكومه مع المواطن ده امر مهم ولا بديل عنه، سواء من خلال الوزراء مباشره او المتحدثين عنهم او اي وسيله اعلاميه او عمليه تنسيقيه كامله للحكومه المصريه، هذا امر انا في تصوري يعني هيحمي الدوله وجسد الدوله من الشائعات اللي بي 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 بتتربص بيها في طول الوقت، سواء في الداخل او في الخارج. دكتور عصام، بالإضافة طبعا لقاله الأستاذ جمال على أنه المشاركة ما بين الحكومة وبين المواطن هتبقى حائط ضد الإشاعات، أنا شايف أنه المشاركة كمان هتبقى أحد الحلول، أنه المواطن يكون يشعر أنه شريك مع الحكومة في أي مشكلة بتحدث، وبالتالي هيبقى معاه إيد بإيد ويكون أحد وسائل الحل. احنا رجعنا الأمثلة الشعبية، ده احنا بعض محاطك بقول لك مثل شعبي كده نقدر نعرف منه طبيعة الشعب المصري، يقول ايه؟ لاقيني ولا تغديني، يعني خليني معاك، حسسني ان انا موجود معاك، هذا الاحساس هيخلي الشعب المصري الحقيقه يبقى متفاعل معاك، وممكن لما تطلع اي اشاعه او حاجه هيكون هو حائط الصد اللي هيرد، وبالتالي لازم يكون عندي هذا النوع من انواع التواصل الشديد جدا. المرحله دي محتاجه الى، عايز اقول
إعادة الثقة أو بناء الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة الجديدة. اللي فات لابد إن إحنا ناخد خط ونبتدي على جديد. عشان كده ابتديت مع حضرتك قلت التفاؤل، لأن كل كلمة اتقالت من أول خطاب التكليف ثم الانتظار في تشكيل الحكومة وإعادة السياسات، وده ملحوظ جدا، ثم وجود بعض الوزراء أو معظم الوزراء يعني السي في بتاعهم يناسب جدا هذه المهمة القومية. نعم. وبالتالي هنقول ان احنا ابتدينا بمصداقية لما يبتدي رئيس الوزراء انه يبتدي النهاردة بمؤتمر صحفي ويعد بهذا، ده شيء رائع جدا، معناها بيدينا احنا تفاؤل وامل. يبقى نكمل بقى مع بعض اعادة الثقة والتلاحم، وبالتالي هكون احد وسائل الحل. نعم. مش بس ان انا يعني بتلقى ان انا هو اللي بيحل المشكلة. استاذ اكرم، القصاص يعني واحده من ضمن المشاكل كانت فكره يعني احنا كصحفيين كاعلاميين، فكره ان انت تلاقي حد يرد عليك او يقول لك اصل هذه المعلومه ايه، او ينفي لك او ياكد لك او يوضح لك. تعتقد انه ده يعني حاجه ممكن تتحل في الحكومه الجايه، خاصه انه كل وزير بقى عنده نائب؟ هو بناء الثقه لما يبقى في جسور ثقه، انا اكتر حاجه اهتميت بيها في الحوار الوطني، انا قلت ان الحوار الوطني بيبني جسور ثقه بين الاحزاب والتيارات من ناحيه والحكومه من ناحيه، وفي نفس الوقت بين الخبراء من ناحيه والمعارضين من ناحيه والدوله بشكل عام. فهنا الحكومه لازم تبني ثقه وجسور ثقه حقيقيه. خلينا نفرق بين حاجتين. انت قلتي كلام مهم قوي في السؤال، انه في شائعات، في منصات معاديه ودول مفيش فايده فيهم وبقالهم 11 سنه كده، لكن لازم نفرق بين المنصات المعاديه اللي بتطلع شائعات وعشرات الالاف من الشائعات، ومركز المعلومات بالمناسبه بيطلع نشرات اسبوعيه وغيره، وبين ان انا لازم ابقى موجود بادوات العصر ده، عصر الجماهير. معنى ايه؟ السوشيال ميديا فيها جزء كبير جدا اكاذيب وترندات غلط ومعلومات خاطئه وشائعات، لكن كمان انا اقدر ان انا مواقع الوزارات المختلفه، يعني الرئاسه لها موقع النهارده وقوي جدا، المتحدث العسكري، الداخليه بالمناسبه، سرعه الاداء، انه في الفيديو الفلاني تفاعلنا معاه وقبضنا مثلا، ده على فكره بيدي مصداقيه كبيره، يعني ده موجود في الداخليه. في بعض الوزارات موقعها مش موجود. المتحدث الرسمي مهم، المستشار الاعلامي مهم، بس لازم يعمل بفريق وما يعملش بتعالي. انت دي شغلتك ان انت تقول. احنا بنشوف النهارده انه احيانا الحكومه بتتظلم في حاجات، يعني في معلومات احنا نفسنا بنبقى مش منطقيه نطلع نحللها، في انه لازم الناس دي تبقى مدربه. انا بقول انه منظومه الشكاوى الحكوميه احيانا بتشتغل صح واحيانا بتطنش المواطن. انا لو 28 محافظه في كام مركز، كل مركز في 2 باجهزه كمبيوتر متواصله بشكل مركزي، وبالمناسبه الصفوف الثانيه والثالثه والشباب العظيم اللي بنشوفه في نواب ومحافظين ونواب وزراء يجب ان يقوموا بالدور ده. اجهزه كمبيوتر متصله بشكل مركزي بيتفرز بشكوى مواطن، المواطنين طلباتهم بتبقى بسيطه، علاج على نفقه الدوله بس مثلا ما فيش الدواء مش موجود فاوفر له الدواء. وزاره الصحه بالمناسبه والشركة المصرية للأدوية عاملين رقم شكاوى وموقع على السوشيال ميديا بيكتب يقول له هوفر لك الدواء في الحتة ده. بالمناسبة ده اللي بيبني الثقة، يجب ان انا استفيد بالتكنولوجيا دي واستفيد بده. والحقيقة اكبر مثل مهم في ده، الرئيس بيبقى حريص يشرح حاجات بتاعة الحكومة، يعني الرئيس دايما سابق بخطوات في المشروعات في التصورات، واطلعوا اشرحوا للناس. يعني انا لما بتكلم على يا جماعة المشروعات والعقارات والحاجات العقارية ما دي بتخلق فرص عمل وكذا، في مجتمع في كذا، هنعمل الإسكان الاجتماعي. يعني بتصور إنه ده مش صعب، وبنى ده لازم من شبكات تبني جسور ثقة حقيقية. الحوار الوطني عمل خطوات، وده كان بدعوة مهمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستجاب لي كتير منها أسرع مما استجابت الحقيقة بعض المؤسسات. خلينا نتكلم بوضوح، يجب أن تكون فيه سرعة، احنا في عهد السرعه، ما منفعش يبقى في توصيه من الحوار الوطني والرئيس وافق عليها مثلا او احلها البرلمان او للحكومه وانا اقعد شهرين او ثلاثه في تشريع. لا، انا بعمل ده وبقدمه، عندي خبراء وعندي جاهزين، الدنيا جاهزه. لانه الحوار الوطني كان مثال مهم قوي، والرئيس على فكره في كل في قوانين الاسره، في قوانين الطلاق الشفوي والطلاق، اعملوا حوارات مجتمعيه، افتحوا الباب، ومجلس الشيوخ يقدر يقوم بده، والحوار الوطني يقدر يقوم بده.
ويقدم يقدمها مقشره مقشره لمجلس النواب، يقدمها مقشره لمجلس النواب في جلسه للحوار الوطني. يعني اعتقد يعني هيطرح فيها كل ده يعني مع الحكومه، يعني المؤسسات دي ولجان الاجتماع دي بحاجه مش جديده في اقل من دقيقه لا الاجتماع بتاع الحوار الوطني يوم السبت هيكون ان شاء الله يعني على جدول اعماله. اولا ده اول اجتماع بعد تشكيل الحكومه، يعني على جدول اعماله رقم واحد انه مطالبه الحكومه بوضع التوصيات ومخرجات ونتائج الحوار على جدول على برنامجها الجديد، والتاكيد على جديه الحوار الوطني في التعاون الكامل مع الحكومه ومتابعتها من خلال اللجنه التنسيقيه. هناك العديد من الملفات والقضايا. رقم واحد سيطرح قانون الحبس الاحتياطي ومناقشته وتحديد آلية لنقاش في الحوار الوطني، وهذا أمر مهم. رقم اثنين قانون الانتخابات مجلس قانون الانتخابات النيابية، قانون المجالس الشعبية المحلية، قانون مكافحة التمييز، العديد من القضايا المتعلقة بمنظومة الصحة والأدوية، يعني كل تقريبا الموضوعات والمستلزمات الطبية وكل القضايا التي تهم المواطن المصري. وبالتالي يعني هنا في الحقيقة يعني هذا الحوار بالتواصل وتجديد النقاشات ما بين اللجنة التنسيقية ما بين الحوار والحكومة، سنصل في القريب يعني الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله إلى نتائج طيبة. نتمنى يعني أنه تكون في مصلحة المواطن. كاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ودكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بشكركم. شكرا جزيلا. شكرا كمان بشكر حضراتكم، دايما ألتقي بكم على خير. إلى اللقاء.